لم يستغل شباب قسنطينة الفرص التي أتيحت له مع بداية الشوط الأول، فالكرات العرضية لياسين بزاز ضاعت جراء عدم التركيز والتسرع وغياب الواقعية التي تتطلبها كرة القدم، فيما حرم القائم مهاجم شباب الوزداد ربيح من فتح باب التسجيل، وهي أخطر فرصة للزوار طيلة 45 دقيقة الأولى. وفي هذه اللقطة طلب عناصر السياسي بركل الجزاء ليضيع بعدها هداف شباب قسنطينة بولمداس كرة سانحة للتهديف، لتأتي بعدها اللقطة الحاسمة عندما استفاد المحليون من ركلة الجزاء احتج عليها مطولا زملاء عمار عمور. ينفذها بنجاح ياسين بزاز ويوقع الهدف الوحيد في المباراة، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. في المرحلة الثانية تواصل تضييع الفرص من جانب شباب قسنطينة، ورغم تحسن أداء شباب الوزداد وإحراج الحارس سي محمد سيدريك في أكثر من مرة، خاصة الكرة الثابتة من ربيح التي كانت الأخطر على مرمى السياسي في هذه المرحلة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للمحليين. نقول حسن كرة القدم وعندهم لاعبين عندهم خبرة، حنايا ليسونسيال كان يهمنا 3 بوان بوكو بليس على مانيار، حنا كان يهمنا لي 3 بوان. الحمد لله ضربة الجزاء جات في وقتها مليح وعرفنا نجيريو المقابلة سيرتو اون دوزيام ميتون، الحمد لله ليسونسيال حنا 3 بوان. السياسي لعب كيما يقول في الشوط الأول داروا مباراة كبيرة، في الشوط الثاني تغيرت الأمور، ضغطنا عليهم الفوق عندهم في الخصم، ولكن المباراة كانت زين. وش نقول لك، شوية ضربة جزاء شوية كان فيها الشك شوية، ولكن هذه كرة القدم وسياسي فريق كبير، وحنا لعبنا ضيعنا شوية فرص كما يقول لك باش نعدلوا في النتيجة، ولكن هذه كرة القدم. ونشكر بزاف اللاعبين تاعنا ونشكر الفريق السياسي اللي أدى مقابلة كبيرة تانيك اليوم لعبنا.